دستور السلطان المحترم. لشو مجتمعين؟ شو السبب؟ هالمرة ما راح أقول، بس مرة تانية إذا بتفوتي وأنا موجودة بهالطريقة الاستعراضية ما راح تكوني مسرورة مني. بعرف شو عم بتحاولي تساوي يا سلطانة. ما بكفي إنه حضرتك زرعتي بذور الفتنة بين ولادي الأمراء، لا وهلأ بدك تساوي مشكلة بين الحرم. لهيك أنت لازم تعرفي قيمتي وتقدريني. روحي جهزي ثياب الحداد تبعك يا سلطانة.